السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. اخر ليلة من رمضان، وخلوني اكون دقيق اكتر. ساعة ما اكون بتسمع الفيديو ده هيبقى فاضل على اخر ليلة من رمضان يمكن ساعتين ثلاثة ولا حاجة، ولكن برضه ده ما يمنعش ان هي من ارجى الليالي انها تبقى ليلة القدر. فقوم وصلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى واستغفر واكثر من اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، لانه لو انت ما قمتش ولا ليله في رمضان وجيت لربنا في الليله دي يقبلك ويغفر لك ويعفو عنك. بس مش جاي اكلمكم عن موضوع ده الصراحه، انا جاي اكلمكم عن ليله العيد وصلاه العيد اللي هم عندنا في الاسلام دين. ربنا سبحانه في القران قال ولتكبروا الله على ما هداكم، ان احنا ليله العيد من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقعد نكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد. فرحانين بنعمة ربنا علينا أن احنا حضرنا رمضان لغاية ما انتهى. هدي سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة، وسنته كمان السعادة والانطلاق، يخلي الجواري الصغيرة تغني عادي ويبسطوا ما فيهاش حاجة، ويخلي الأحباش يلعبوا ويعملوا حركات وبتاع والناس تتفرج وتبسط بما يرضي الله. لكن تخيل أن انت تبقى صايم لربنا سبحانه وتعالى الصبح لسه كنت صايم حالا، والمفروض ان انت تكبر الله سبحانه وتعالى تشكره على نعمته اللي هي رمضان، فانت ما تعملش كده وتقوم رايح زي بقى الحاجه اللي البوست الجميل الهاها العسل اللي هو البلد بكره ريحتها تبقى حشيش وستروكس وسشوار. ان احنا بدل ما نكبر ربنا سبحانه وتعالى نروح نشرب حشيش ونروح نشرب ستروكس، والبنات تروح تقعد طول الليل عند الكوافير تعمل شعرها ومكياج عشان تطلع للعالم للناس اللي هي لا من محارمها ولا بنات زيها، وتبين في وسطهم شكلها وجمالها، وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اخواتي صلوا على النبي، الحشيش والاستروكس وكل المخدرات دي حكمها حكم الخمر، كبيره من الكبائر التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. تخيل ان انت تعمل كبيره في ليله العيد، الليله اللي بنشكر فيها ربنا سبحانه وتعالى. والله انا مره كنت بدعو ليلر كده فبتكلم معاه، قال لي الاستروكس ده ابن حرام يا شيخ. تخيل لما تاجر مخدرات يقول لك الاستروكس ابن حرام. الاستروكس كبيرة، الحشيش كبيرة زي الخمرة. اوعى يا اخويا بالله عليك، اوعى يا اختي تنزلي النهاردة تقعدي عند الكوافير وتعملي شعر ومش عارف ايه وتقومي طالعة قدام الناس، لا ده للبنات اللي زيك لمحارمك من الرجال، لكن غير كده حرام لا يرضي الله. كل واحد يشوفك ياخد ذنب عشان ما غضش بصر، وانت تاخدي ذنب عشان انت ما غطتيش اللي ربنا امرك بيه. ربنا سبحانه في القرآن يقول ولا تكونوا التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واحدة قعدت تعمل سجادة جميلة قوي عمالة تغزل فيها بقى لها زمن، وبعد ما خلصت قامت فكها كلها ورميها. تعبت واجتهدت في رمضان وقلت يا رب عايز اتغير، كمل واثبت، ربنا يا رب يثبتك. في صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم سنته انه يغتسل لصلاة العيد، يتطيب، يلبس لبس جديد، يروح من طريق ويرجع من طريق، يقعد يكبر ربنا سبحانه وتعالى لغاية ما تقام الصلاة بتاعت العيد، يؤمر بانه الشباب يحضروا، الاطفال يحضروا، الستات تحضر، الستات اللي عندها الحيض العذر الشرعي تحضر، ما تصليش اه لكن تقعد تتبسط بصلاه العيد. فتخيل لما يبقى ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد. طب واحنا الصور المسخره بتاع كل سنه، صف رجاله في ستات والدنيا لخبطه بتاع ايه ده؟ ده تهريج، دي مش صلاه. احنا جايين كده كوكي بارك، مش جايين مسجد، مش جايين نعبد ربنا سبحانه وتعالى، دي صلاه. الشباب اللي بتيجي تقعد معاها كلاب وتكروز بموتوسيكلات وعربيات وتشغل مهرجانات تقعد تشكل عليها بعد الصلاه، صلاه مين دي؟ بتصلوا لمين يا جماعه؟ ربنا يا رب يحفظنا. اخواتي البنات اللي بتيجي عامله شعرها وحتى ميك اب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وليخرجن تافلات، ما تبقاش حتى ريحتها تظهر للناس. تخيلي انت تنزلي كده في صلاه. يا جماعه صلاه، صلاه عباده لله عز وجل، ليله العيد عباده، الصلاه عباده، ما بنمنعش الفرح، تفرح لكن بين الناس اللي حبايبك واصحابك واخواتك بما يرضي الله عز وجل. من النبي صلى الله عليه وسلم امر انت عايزه تعملي شعرك تحطي ميك اب في وسط بناتك واصحابك البنات وفي وسط محارمك من الرجال اهلا وسهلا، لكن غير كده حرام. لكن لو انت قررت انك ولا بد مش عايز تتوب ولا عايز تبطل الحاجات دي وعايز تعمل زي ما انت عايز، اكفي الناس شرك يا اخويا، اكفي الناس شرك يا اختي، وما تعملوش ده لا في ليله العيد ولا في صلاه العيد. انا بحبكم في الله والله العظيم، وعشان كده بقول لكم ولا تكونوا التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، ما تضيعوش ثواب اشتغلت عليه ابدا. انا بحبكم في الله، اشوفكم بقى امتى؟ هاخد اجازه، فاشوفكم الاربع باذن الله اللي هو تاني يوم العيد.
تابع هاشتاج الساعه 7 هتلاقي كل فيديوهات. ارجوكوا شير وبسرعه عشان نلحق نوصل الكلام ده للناس. صلاه العيد خلاص ده هو مغمض ده فتح ليا جد. اللهم استعان. بحبكم في الله والله قوي. ربنا يا رب يهدينا ويعفو عنا ويخلينا ويتقبل منا رمضان. السلام عليكم.